طيب خلينا نتكلم عن بعض الاخبار اللي بتخص الاهلي وتحديدا الفريق الاول لكره القدم عشان نطمن الجمهور الاهلي قبل المرحله اللي جايه. وكابتن سيد عبد الحفيظ ليه بعض التصريحات الهامه واللي بتخص استعدادات النادي الاهلي لمباراتي الوداد. لسه معانا 12 يوم للمباراه دي، لكن خلاص يعني ده الامر اللي بيشغل بال كل جماهير النادي الاهلي، ترتيبات واستعدادات سواء فنيه او اداريه بيقوم بيها النادي الاهلي خلال المرحله الحاليه، بخلاف الجانب الفني واللي بيتعلق بالمباريات المتبقيه قبل هذه المباراه بتاعت الوداد. عندك مباراتين في الدوري، سواء انبي هتلعب انبي وبعدين بيراميدز وبعد كده تروح للوداد باذن الله تلعبه ذهاب وعوده. فالكابتن سعد عبد الحفيظ قال ان بعثه الفريق الاول لكره القدم هتتجه للمغرب، قبل ما تسافر المغرب هتعمل مسحه طبيه كاجراء احترازي من فيروس كورونا هنا في القاهره، وعقب الوصول مباشره للمغرب باذن الله هيكون ايضا في مسحه اخرى، وده طبقا للبروتوكول المتبع قبل مباريات دور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. الفريق هيسافر كمان بطياره خاصه، وده امر مهم جدا ولازم نحيي فيه المسؤولين في النادي الاهلي ان هم بيحاولوا يوفروا كل سبل الراحه بالنسبه للفريق قبل مباراه مهمه زي دي طبعا، وهي تعتبر اهم مباريات الموسم بالنسبه للفريق، لان هي مباراه حاسمه تعتبر في البطوله، يعني تاهلك باذن الله تديك اريحيه قبل مباراه الاياب، ومجموع المباراتين يأهلك لنهائي دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله ونحقق هذه البطولة الغائبة. الفريق هيسافر يوم 13 والمباراة زي ما حضراتكم عارفين يوم 17 من الشهر الجاري. فيما يتعلق بعلي معلول وجيرالدو، الاثنين طبعا هينضموا، أو علي معلول انضم خلاص لمعسكر منتخب تونس وبيتمرن معاهم دلوقتي، لكن جيرالدو هينضم لاحقا لمعسكر منتخب انجولا، فكل واحد هيكون متواجد في بلده. علي معلول دلوقتي في تونس وجيرالدو هيسافر انجولا، الاثنين مباشره، وده طبقا لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ هيخلصوا المعسكر يوم 13 ويسافروا مباشره على المغرب على طول عشان ينضموا لبعثه النادي الاهلي هناك في المغرب ويستعدوا لمباراه الوداد اللي باذن الله هتكون في كازابلانكا. طبعا الجهاز الاداري في النادي الاهلي بيوفر كل الامور اللي بتتعلق بسفرهم بشكل مباشر، حجز الطيران، وهيتم ارسال التذاكر ليهم في المكان اللي هم متواجدين فيه عشان يلحقوا بعثه الفريق باذن الله تعالى.